السؤال المهم، مين متصدر المجموعة الرابعة؟ مين اللي هيتصدر؟ مين اللي هيكون هو البطل؟ ده سؤال كل الناس بتسأله من امبارح على السوشيال ميديا، مين هو متصدر المجموعة الرابعة؟ حاليا مصر والجزائر متصدرين مع بعض، الاتنين متساويين في كل حاجة، رصيد النقاط 6 نقاط، متساويين في الأهداف، متساويين 6 أهداف، ولا منتخب فيهم دخل مرمى أي هدف. طب هنلجأ لإيه؟ هنلجأ للعب النظيف. طب اللعب النظيف دي ليها ايه بوينت كده هشرحه لحضراتكم. المنتخبين متساويين فيه، وهقول لكم ليه الاثنين متساويين. الطريقه الخاصه للعب النظيف في البطوله ليها شكل معين. بيقول لك بشكل بسيط كده، كل حد واخد كارت اصفر بيتخصم عليه نقطه. يعني منتخب اللي واخد كارت اصفر بيتخصم عليه نقطه. طيب منتخب مصر واخد 3 كروت صفراء، فهنخصم 3 نقاط في حاله التساوي. طيب منتخب الجزائر ليه تساوى معانا؟ كل كارت اصفر بيتخصم نقطه، ولكن لو في منتخب اخد انذارين، لعيب اخد انذارين في طرد، ففي اللحظه دي بيكون اتخصم منه 3 نقاط، ولو لعيب اخد انذار في طرد مباشر بيتخصم منهم 5 نقاط. علشان كده منتخب الجزائر عنده لاعب حصل على انذارين واخد طرد، فهيتخصم منهم 3 نقاط. علشان كده متساويين معانا في كل حاجه، حتى في اللعب النظيف. يعني اللي هيحسم الموضوع في التصدر هو اللقاء الجاي إن شاء الله يوم الثلاث، وإن شاء الله منتخبنا يقدر يحسم البطولة وما نلجأش لأي حاجة. وطبعا لو فضل في تعادل في كل حاجة نلجأ للقرعة لحسم متصدر وصاحب المركز الثاني، ودي هتبقى حاجة بقالنا كتير ما شفناهاش أو ما حصلتش من فترة كبيرة جدا جدا. فتعالوا دلوقتي نروح نشوف فيديو عن طريقة اللعب النظيف، أو إزاي ممكن نحسب فكرة اللعب النظيف في البطولة، وإزاي هيتحسم المركز الأول من المركز الثاني في المجموعة المعقربة دي، المجموعة الرابعة. تحسوا كده اللي احنا مكتوب علينا نمسك الورقه والقلم ونقعد نحسب، يعني سواء نحسب على الصداره مركز اول او تاني، او نحسب على الصعود، لازم منتخب مصر نقعد كده نحسب ايا كان. بس الحمد لله المره دي الحسبه في حاجه جيده، احنا كده كده ضمننا الصعود، وبنشوف هنكون مركز اول ولا مركز تاني، وان شاء الله نكون متصدرين المجموعه بعد اللقاء القادم.